الجميلة الخاصة بهجن أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان. من تنطلق بهذا التحدي والإثارة في هذه المتابعة أيضا هنا خاص بالثنايا القعدان المهجنات الأصايل والصدارة والمركز الأول مباشر يأتينا على الصدارة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني والمنطلق هنا أيضا مشعل من يأتينا هذا الانطلاق اسمه شق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد هنا السويدي في هذا الانطلاق. هناك عجيب يأتينا على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي ومغادر يأتي ويتواجد رابعا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع نابت بن سلطان بن رشيد السويدي وعلى عفوا لقتبي نابت بن سلطان بن رشيد لقتبي من يأتينا على المركز هنا الرابع. وفي المركز الخامس نجد من هجن العاصفة على خامس المراكز محمد بن راهب بن حمد بن غدير والوصول هنا الوصول من الفارس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد آل ثاني سالم بن صبيح العويسي من ينطلق هنا بتضميرة بهذا الانطلاق الجميل وسابع المراكز. المركز السابع هنا الوافي على سابع المراكز لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم نابت بن سلطان بن رشيد في تضميره. هناك ارسال سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير من ينطلق هنا ويتحدى بهذا الاداء تاسع مراكزنا الوصول هنا على المركز التاسع. أمناور من ينطلق لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي في تضميره. وعلى المركز العاشر شاهين المنطلق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري في تضميره. من يأتينا بهذا الانطلاق الجميل عفوا على تاسع المراكز. المركز العاشر هنا أيضا يأتينا مخيف سمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي عبد الله بن سعيد بن محمد بن حسين الخاطري في تضميره. من يأتي على المركز هنا أيضا في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. هذه هي النتائج، هي التحديات، هي الإثارة هنا بهذا الانطلاق. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ومن يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. هناك المنطلق والمتحدي هنا في هذا الأداء الجميل يأتينا مباشر على صدارة هذا الشوط في هذا النقل الحي المباشر أيضا عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لهذا الحدث الجميل من أرضية هذا الميدان. هنا من الميدان الذكي تحفة ميادين السباق ميدان المرموم مباشر من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني مشعل يأتينا على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة بهذا الأداء المميز. هناك من الجانب الآخر الوصول من الفارس سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني سالم بن صبيح هنا العويسي في تضميره. من يأتينا على المركز الثالث المركز الرابع عجيب على المركز الرابع هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يتواجد قائدا أيضا لعجيب في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الخامس يأتي نجد على المركز الخامس هناك بن هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ومن الجانب الآخر هناك الانطلاق في هذه اللحظات من مناور من الجانب الآخر لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة هنا المضمر سعيد بن سالم لينيبي. من ينطلق بهذا التحدي ينطلق بهذه الإثارة هنا على أرضية هذا الميدان. هنا يأتينا أوافي
وافي ينطلق بهذا التحدي هنا على المركز في هذه اللحظات السابع، وفي المركز الثامن مغامر يأتي على المركز الثامن بهذه الانطلاقة، والاثنين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا المضمر السيد نابت بن سلطان بن رشيد ليجتبي في التضمير المركز التاسع. المركز التاسع وصل هنا مغامر أو رسالة القادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، من ينطلق بهذا التحدي، ينطلق بهذا الأداء الجميل وعاشر المراكز هنا القادم على المركز العاشر مخيف لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي عبد الله بن سعيد بن محمد بن حسين الخاطري في تضمير من ينطلق هذا الأداء، ينطلق بهذا التحدي والإثارة في هذا الأداء الجميل. لنا عودة بعد المراكز العشرة الأولى إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول مع حزام الغابات في هذه الانطلاقة هو التحدي، ولا زال مباشر على الصدارة، مباشر على المقدمة على المركز الأول، ينطلق بصدارة هذا الشوط مباشر هنا من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ينطلق بالتحدي وبالإثارة هنا في هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني والمنطلق هناك مشعل على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميره، مناور من يأتي مناور على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي، من يأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي هناك على المركز الرابع. المركز الرابع عجيب على المركز الرابع مع الثلاثة كيلومترات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غني الكتبي في التضمير، يأتينا وافي هنا على المركز الخامس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة نابت بن سلطان بن رشيد الكتبي. أما على المركز السادس نجد المركز السادس من هجن العاصفة قيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، من ينطلق هنا على المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع ينطلق ويتحدى الفارس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني سالم بن صفيح بالعويسي في تضميره، ومن الجانب الآخر هناك مغادر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة أيضا نابت بن سلطان بن رشيد في تضميره الثامنة. المركز التاسع، المركز التاسع يأتي مخيف لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي عبد الله بن سعيد بن محمد بن حسين خاطري في تضميره، وعاشر المراكز يأتي إرسال سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميره. غادرنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام بعد العشرة المراكز الأولى، لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول، هو مباشر هناك بدأ يباعد بينه وبين بقية المراكز. هنا افتتح مدرج الهبوط في هذه اللحظات هنا وستريت لاين إلى المنصة الرئيسية، مدرج هبوط الفوز، مدرج هبوط الناموس في هذا الأداء الجميل. تشاهدون على صدارة مباشر من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر كل السيطرة على زمام الأمور. وافي في المركز الثاني، وافي على المركز الثاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نابت بن سلطان بن رشيد في تضميره، وعلى المركز الثالث مناور من يأتينا على المركز الثالث هنا بهذه الانطلاقة لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة هنا سعيد بن سالم لينيبي، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع عجيب على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع علي بن راهب بن حمد بن غدير الكتبي، نجد ينطلق أيضا خامسا هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب
راشد بن حمد بن غدير، ولكن هناك صدارة، هناك المقدمة مع الكيلومتر الأخير الذي ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك مباشر مباشر ينطلق على الصدارة، ينطلق يضيف النقطة الرابعة، النقطة الرابعة في هذا المساء، السوبر هاتريك هنا يسجل مع هجن العاصفة هنا بهذا الأداء الجميل هنا بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، يوفن السبق ولا يخلف النعم بالواثق وتضميره. وهنا تشاهدون إذا مباشر على الصدارة، مباشر على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا لهجن العاصفة ومالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. كذلك لا ننسى الواثق الذي يقف خلف هذا الشعار بتضمير وأداء وعرض جميل. تهانينا له الناموس. وها هي لحظة اقتراب مباشر إلى خط النهاية، معلن فوز جميل مستحق لهذا الشعار. ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا، ما هي إلا لحظات ويصل قائلا هذا الشعار إلى خط النهاية، يمر من جماهير هذا الشعار المتواجد في المقصورة الرئيسية. ها هو مباشر تهدون على خط النهاية بانفرادة ولا أروع من انفرادة، يصل إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني هنا يأتينا في هذه اللحظات مناور لسمو الشيخ محمد بن المرة بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لي نيبي. المركز الثالث وصل هنا أيضا مخيف لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي. المركز الرابع عجيب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم، هنا يصل نجد من هجن العاصفة خامسا أيضا بهذا الأداء الجميل. نعود مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا أيضا مباشر معلن الفوز، معلن الناموس، قاطع مسافة هنا أيضا 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها هنا 13 دقيقة 14 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، هجنا العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني كان من نصيب المركز الثاني مناور لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم الجمعة المكتوم بقيادة المضمر السيد سعيد بن سالم الينيبي. ولحظة الوصول إلى خط النهاية قاطع المسافة 25 ثانية جزء واحد من الثانية، بينما المركز الثالث كان من نصيب مخيف لسمو الشيخ سعود بن فيصل بن سلطان القاسمي بقيادة عبد الله بن سعيد بن محمد بن حسين الخاطري 13 دقيقة 27 ثانية وفاء وتماما وكمالا. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء في كل مكان يستمر بحضراتكم من انطلاقات هذا المساء، مساء رائع ومساء جميل يحمل الإثارة الدائمة لهجن أصحاب السمو الشيوخ في انطلاقات هذه الفترة المسائية المخصصة لسن الثنايا في انطلاقات هذا المساء الرائع والمساء الجميل الذي من خلاله تراقب العيون وتتكلم أفواه المغردين دائما بأحلى وأجمل السلالات في كل الانطلاقات.